السلام عليكم، معكم وسيم من قناة وسيم جرافيكس. أجل، مع اقتراب الدخول الاجتماعي إن شاء الله يبدأ الكثير في البحث عن جهاز لابتوب مناسب بالخصوص للجامعة من أجل بعض المهام وكذلك من أجل العمل بمختلف أنواعه. لهذا خممنا فيكم وجبنا لكم جهاز مناسب ومتوفر بإذن الله، اللي هو لينوفو ثينكباد تي 460 أو تي 460. نبدأ بمواصفات الجهاز. عندنا معالج i5 الجيل السادس مع 20 جيجا بايت للرام، لتعتبر حاجة أسطورية في هذا الجهاز، مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت SSD. صراحة بعد مراجعتي لهذا الجهاز ما عجبت فيه هو حجمه الخفيف جدا، حيث لا يتعدى وزنه كيلوغرام ونصف فقط، وهذا وزن جيد جدا بالنسبة لجهاز كمبيوتر بهذه المواصفات. وكذلك ستلاحظ نحافة الجهاز، وهذا ما يميزه وهذا ما يفسر لنا بطبيعة الحال خفة الوزن. شاشة الجهاز من نوع QHD بدقة 2K، وهذه نقطة إيجابية جدا للجهاز بالأخص في هذه الفئة السعرية. الصراحة الشاشة واضحة جدا وسلسة وتعطيك تجربة رائعة في التعامل مع الألوان، وذلك لأن الألوان تبقى واضحة عند النظر إليها من زاوية 180 درجة كاملة، على عكس الشاشات الأخرى اللي تتبدل الألوان تاعها كي تبدل زاوية النظر. بطارية الجهاز بإمكانها الصمود إلى أكثر من 4 ساعات بسبب الاستغلال القليل للموارد وتوفر الجهاز على بطارية وتوفر الجهاز على قرص صلب من نوع SSD الذي يستهلك الطاقة بكمية قليلة مقارنة بالأجهزة التي تحتوي على قرص صلب من نوع HDD. والصوت ستيريو يعطيك تجربة رائعة خصوصا مع الأفلام والألعاب. بالنسبة للسعر فهو متوفر الآن بسعر 7,400,000. إن كنت تريد اقتناء الجهاز يمكنك مراسلتي الآن على صفحتي في الانستغرام الظاهرة على الشاشة. لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد، وهيا السلام.